وبرضه في نفس السياق حضرات رفض النادي الاهلي انه يستلم خطاب من اللجنه الاولمبيه المصريه مدرج فيه نتيجه انتخابات النادي الاخيره من وجهه نظرها اللي لم يتم ادراج اسم السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي فيها ضمن التشكيل الجديد لمجلس الاداره. وجاءت حيثيات رفض النادي انه لم يتقدم للجنه الاولمبيه باوراق ومحاضر الجمعيه العموميه لاعتمادها حتى الان، وفوجئ باللجنه الاولمبيه ترسل الخطاب المشار اليه طواعيه دون سبب واضح، الامر الذي ترتب عليه قيام اداره النادي بمخاطبه اللجنه الاولمبيه المصريه وتؤكد فيه على سلامه كل الاجراءات الخاصه بالعمليه الانتخابيه التي جرت تحت اشراف الجهه الاداريه المفوضه من اللجنه الاولمبيه في ذلك، وان العامري فاروق فاز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكيه بعد ما تم عرض امره على الجمعيه العموميه من خلال استماره التصويت المعتمده من الجهه الاداريه والمدون فيها امام اسمه موافق او غير موافق لاعتماد فوزه بالتزكيه بناء على قرار الجهه الاداريه. وحصل العامري فاروق على نسبه تزيد على 25% من عدد الحضور اللي هي كانت 94%، وهو ما يفي بفوزه بالتزكيه وفقا للائحه النظام الاساسي للنادي، كمان لان طلب عرض امره على الجمعيه العموميه مره ثانيه يتنافى مع المنطق واللوائح والقوانين، فقد تحقق الغرض عندما تم ادراج اسمه في استماره الترشيح وقام اعضاء النادي الاهلي بالتصويت عليه وحاز على اعلى الاصوات كانت 19472 صوت بالتمام والكمال.